كان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلاطف الأطفال ملاطفة عظيمة، ويشير أصلا في أساس تربيتهم أن هؤلاء الأطفال خلقوا على فطرة حسنة، كل مولود على الفطرة، إشارة إلى أن الطفل يولد نقي طاهر صافي من جميع الشوائب. وكان يرعى هذا الصفاء وهذا النقاء عليه الصلاة والسلام. فمن معاملته الحسنة أنه كان يحب شم الأطفال وحملهم وتقبيلهم، حتى أنه لما رآه الأقرع بن حابس ولما رآه بعض الأعراب قالوا له: يا رسول الله، أو تقبلون أطفالكم؟ قال: نعم. قالوا: فإن لا نقبل أطفالنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصنع لكم إن كان الله تعالى قد نزع الرحمة من قلوبكم؟ إشارة إلى أن تقبيل الطفل من الرحمة ومن المحبة. كثير من الناس لا يعرف أن هذه من العبادة، هذا من الخير أن يقبل الإنسان الأطفال ويحملهم. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب حمل الأطفال، الحسن أو الحسين أو كلاهما على ظهره عليه الصلاة والسلام. دخل أنس بن مالك يوم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وعلى يديه يمشي، وفوق ظهره الحسن والحسين يلعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المركوب مركوبكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكبان هما يا أنس. حتى كان يعطيهم القيمة والمكان عليه الصلاة والسلام. من الأشياء الجميلة في حياة رسول الله التي كان يراعي فيها الأطفال أنه كان عليه الصلاة والسلام يلاعب الأطفال ويداعبهم كثيرا. كان يأخذ ربما مجة الماء فيرشها في وجه الطفل حتى يضحكه ويلعبه. وكان عليه الصلاة والسلام مع هذا شديد الشفقة، شديد المراعاة للأطفال. كان في صلاته في المسجد وسط الصلاة في العبادة، فجاءت أمامة بنته زينب فصعدت على رقبته صلى الله عليه وسلم وهو في السجود، فبقي ساجدا حتى ظن الصحابة أنه قد قبض أو حصل أمر. فلما رفع وانتهى من الصلاة قال: إن ابنتي هذه ارتحلتني، فما أحببت أن أزعجها. كان صلى الله عليه وسلم كان يربي وكان يعلم وكان يضع القيم، لأن في هذا السن تؤسس الأساسات القوية في القيم والمبادئ بالذات. فلما أخذ تمرة لا تحل له ولا لآل محمد من الزكاة أخذها رسول الله فانتزعها من فمه وقال له: كخ كخ. فأخرج التمرة وقال له: هذه لا تحل لنا آل محمد، فإنها من الصدقة. ولما رأى تلك الأم دعت ولدها عبد الله، قالت له: يا عبد الله، تعال أعطيك شيء. فلما جاء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ستعطينه؟ قالت: سأعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عند الله كاذبة. يربي النبي صلى الله عليه وسلم الصدق. كثير من الناس ربما يلاعب الأطفال بالكذب، ربما يدعي الطفل فيريد أن يعطي شيء ولا يعطي شيء، وهذا من تأسيس المبادئ السيئة. وكان رسول الله يحب تأسيس الأطفال على الصدق وعلى هذه المبادئ، بل على الشجاعة. كان يسابق بين الأطفال، كان يجعل الأطفال ربما أبناء عمه العباس منهم عبد الله وإخوانه، كان رسول الله قال: يجلس في مكان فيصفهم في مكان ثم يدعوهم يتسابقون إليه، فإذا وصلوا رموا بأنفسهم على صدره عليه الصلاة والسلام. هذا إمام الأمة وهذا سيد الأمة عليه الصلاة والسلام يتعامل بهذه الملاطفة وبهذه الأخلاق الكريمة. أين نحن الآن من هذه الأخلاق؟ ربما الإنسان يضرب الطفل لأنه رمى شيء على الأرض، ربما أحدنا يزجر الطفل زجر شديد أو يصرخ في وجه الطفل من أجل شيء لا يليق. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا قط ولا آذى أحدا قط من الأطفال. واحدة قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. حتى هذا الضرب لا يقصد به الضرب المبرح الشديد، إنما الضرب قالوا أن يضربه بمثل سواك. هذا الضرب الذي يشعر الطفل بشيء من التأنيب والعتاب، وهو رسول الله بنفسه لم يفعله، وإنما كان أشد رحمة وكرما عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الأطفال. من الأشياء المهمة جدا والتي هي من حقوق الأبناء على الآباء أن يحصن الوالد ولده بالأدعية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين بهذا الدعاء المهم جدا.
يقول ويمسح عليهما ويقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. من قرأ هذا لا تضره أم الصبيان، وهو نوع من أنواع الجن الذي يؤذي الأطفال، وهذا أمر عظيم مهم جدا جدا جدا. من حسن ملاطفة الحبيب صلى الله عليه وسلم للأطفال أنه كان يحب أن يعطيهم ما يفرحهم، حتى من تقديرهم وتفريحهم أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان الصحابة إذا جاءوه بباكورة الثمر أول ما ينضج في مزارعهم يأخذ الثمرة فيقبلها ويحمد الله تعالى عليها، ثم يعطيها أصغر طفل في هذا المكان ملاطفة له وتفريحا له، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب إدخال السرور على قلوب الأطفال. وقد نوه إلى ذلك في بعض ما روي عنه أن الله سبحانه وتعالى يجعله مكانا خاصا في الجنة لمن يدخل السرور على قلوب الأطفال. كثير من الناس يميل إلى الأطفال ويحب الأطفال، لكن نحن هنا نريد أن نستشعر معنى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أني إذا قبلت طفلي أو حملته أو لاعبته أستشعر أن هذا نوع من أنواع العبادة والاتباع للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يقربني من الله ويقربني من رسول الله ويزيدني حبا في الله ومن الله سبحانه وتعالى في علاه.